ما أوصيها. وكان الجمع وكأن الجمع بينهما محال، فلم أشابه الرأي أنا ذلك. بقيت أصداء هذه الجملة مدوية في أذني وشاغشة في صدري، وصرت أبحث عن الحجج التي سوف أحيط بها ما قيل، فرجعت إلى بطون المصادر وإلى تاريخ المدينة، ووجدت عدد من أسماء النساء الفقيهات المدرسات، ومنهن العالمات اللاتي كن يدرسن العلوم، ومنهن الواعظات المرشدات، ومنهن الحافظات لكتاب الله المقرئات، ومنهن ذوات الروحانية الخوية حتى عرفن برابعات زمانهن، ومنهن من أسست على أيديهن الكتاتيب القرآنية، ومنهن من تقام على شرفهن مواسم دينية، ومنهن من شعرن بأعمال البر والإحسان، وضاع صيتهن في الوقت داعى صيتهن. والواقع أن النساء العالمات التطوانيات مشهورة الصلاح أخذن مكانة مرفوقة في مجال الفكر الصوفي. إذا عموما استقيت معلوماتي من مصادر موثوق منها، فكان من بين أهم المصادر أستاذ المؤلف الفقيه العلامة الفقيه الروني في أسباب من كتابه هدى التراويح، والفقيه ابن شيبة في فهرسته، ومن المتأخرين العلامة التهامي والثاني في كتابه الزاوية، وكذا العلامة محمد داوود التطواني وغيرهم كثير. وذكروا كلهم في تاريخهم بعض الفضلات من نساء تطوان وأخبرهم، رغم أنهن في ثنايا الكتب أو في ثنايا النصوص. فحاولت أن أجمع كل هذه المعلومات، ورأيت بأن هناك مجموعة من النساء الفاضلات، وسأذكرني النساء التطوانيات الوليات الصالحات. هناك نصوص تتحدث بلغة فصيحة عن هؤلاء الوليات. نظر المؤلفون إلى المرأة الصالحة نظرة وقار واحترام، الشن كذلك بالنسبة لتلك المنتمية إلى عالم التقوى والصلاح. وقد سردت عليه من أسماء النساء الصالحات، وكانت نظرة هبة التي تمتعنا بها، يعني هبة ربانية مرتكزة على نوع الكرامات التي حظينا بها. ونذكر في هذا الإطار جدة الفقيه العلامة ابن شيبة التي ذكرها في كتاب في فهرسته، فقد ذكرها وذكر كراماتها وقال: هي الولية الصالحة المكاشفة الكبيرة السيدة بنت الولي الصالح سيدي إبراهيم بن شيبة من أهل الإغاثة في البر والبحر، ولها كرامات. ثم يقول في موضع آخر: ومن كراماتها أن بعض البحرية طلعت عليهم سفينة النصارى وأرادوا أخذهم واستغلوا عليهم، وقد حزنت، مذكور حزنت أنها رفضت الحركة، يعني السفينة. فقال عباد السفينة: من كان يعرف وليا في بلاده فليستغيث به. فقال رجل من طنجة: ظن فاطمة نيجيرية. فكان سمع بها، فذهبت معه في المركب وهي تدفع البرق في البر، وتقول بالدارجة: يلا هذا الشيء فسلموا. إذا هذا ما ذكره السيد أو العلامة في فارس. ومن هنا كذلك سأذكر أسماء عديدة، يعني حاولت أن أذكر بعض الشخصيات، ومنهم السيدة فريجة أو التي تدعى لنا فريجة بنت علي الشودري، وكان والدها يزاول مهنة العدالة في المدينة، وهي صالحة مدفونة بجامعة السبيخة، يقصدها النساء الحوامل يوم الجمعة بين الصلوات بعد دخول شهرهن، ويتصدقن على قبرها بمجموعة من المواد الغذائية قد تسهيل الولادة عليه، وقد ينسب الجامع المذكور إليها ويقال له جماعة المفرشة. ومنهن من عرفن باستجابة الدعوة سواء في حياتهن أو بعد مماتهن، مثل السيدة طاو، وهي امرأة عربية مشهورة كانت من وحي مسعى في المدينة القديمة، تضع طاجينا مخلوقا بكل ما وجدت من لحم وحوت وخضرة، وهو ما حكى العرب وهو وخضر، وكان الناس يشاهدون لها كرامات، وتوفيت سنة 1290 هجرية. ثم يحكى عن كراماتها، يقال انحبس النظر عن تطوان، فأرسل على لسان شخص على العربي المعتيد رحمه الله، انحبس النظر مرة فأتى الناس القدس كرسم الرسول رضي الله عنه مستعدين في صف ما نزل، فقال: إن المتصرفها هي السيدة طم، وقد علمتم قوة خلقها، فنحتاج إلى رجل ليس حاضرا يذهب إليها مرتين ويستضعفها ويسعى
حوشين هو بين هو بينه ويقول مارتيكسيس أخاه صورة الإخلاص وبودي توضها له فمر بها مزاني فقالت بدارجة الرجل تلينشاو فشكلت وأغرقت الماء مذكور في النص أغرقت يعني أنها سكبت الماء في الأرض فتفاءلت الساقة فموصل مجلس السدوة وهي الطريق ما بين نبتين وتطوان حتى فتح الله أبواب المطر هكذا يقول السيد إذا هذا متخيل إذا وكفعل المتخيل دورا بالغ الأهمية في ترسيخ هذه الكرامات عموما كدلالة على الطهارة والصلاح ونجد أن هناك أسماء مثل السيدة الطاهرة العالمية وهي شريفة من جبل العالم قريب من المنطقة كانت جوالة تمشي تطوان كان يشاهدها الناس في كل أماكنها مكناس وتطوان ووزان في نفس اليوم إذا ثم هناك مجموعة هناك كذلك سيدة في العقد التجارة الرسمية من سيدي علي بريس وكانت من الصالحات ذوي الكرامات إلى غير ذلك من السيدات ثم نجد المستوقفات هناك تراجم هذه النساء ترجم لهذه النساء بأوصاف معدودة الوليات الصالحات إلى غير ذلك هناك مجموعة من السيدات كذلك مثل السيدة محبيبة الرسولية وكذلك السيدة مجموعة من السيدات نطلو الحديث عن سيدة لدى غلاية وهي كانت من الخالصة الصالحات كانت عالمة مسألتها تعلمون أمور بنيرنا إلى غير ذلك وكانت متبتلة ومنقطعة عن الزواج إلى غير ذلك وعلى نفس الحالة نجدها عند علامة أخرى وقلتها بوزن لأننا نتحدث عن جدتها ويقول كنت صوفيا بطريقه الدراسه والنشاه فليل التصوف يحتاج الى شيء كي يتقرب الى قراره قلبي بل انني وجدت في اول منه استنشقت فيه نسيم الدنيا ويقول في منظر اخر انها يعني عجلت انها المراه الفاضله الكامله لم اكن اتصور انها يصبح ان تكون شيخه من الطراز الذي اطلبه سيما واني اعتقد ان المراه لا يتصور منظرها بلغ الرجال الى غير اخر النص إذا هذا من بين أهم المتصورات. ثم ننتقل إلى العلم أو إلى تلقين العلم. ذكر التاريخ أن سيرة النساء هناك مجموعة من النساء الفقيهات العالمات. من هنا سنذكر باختصار هي الفقيهة العالمة الصالحة أميلة بنت العالم العلامة كما ذكرت لدى غيرنا وهي كانت مذكورة في كتاب يعني ترجمة لها العلامة بن الحجيج في كتاب أصغر البستان. ثم هناك مجموعة من الكتب ترجموا لها كذلك وهي من بين أهم العالمات في تطوان. ثم نجد أن نساء تطوان حافظات للقرآن والأحاديث النبوية. سأذكر أسماء بعجالة. على الجانب الوظيفي نجد أن هناك نساء انخرطن في حفظ القرآن والأحاديث النبوية وهم نشير إلى السيدة نعيمة بنت عبد الخاضر بن عيسى وهي كفيفة من الولادة حافظة القرآن. ثم كانت هناك سيدة أخرى وهي السيدة منال بنت عبد القادر السوري فقيها ومحدثة وكذلك كانت حافظة لكتاب الله ولطيفة بن محمد الحفاوي وتوفي سنة 1919 ميلادية والبيت بنت محمد الجلمي وغيره وكذلك هناك فقيهات أخريات لا يتحلي أن أتحدث عن الحفاظ على الحجاج إلى بيت الله ثم للتبرك بالمسجد النبوي بالتبرك والعودة إليه وتحبسه على بعض المساجد في تطوان. هذا كذلك هناك اعمال البر التي اشتهرنا بها. ساذكر كذلك بعجاله عن الاسماء. هناك مثلا سيده رهبه بنت سيدي محمد ابي بكر كانت من الاعمال الخيريه لجد شوراء لاخلاقته. سيده اخرى هي السيده صاحبه الرقه معروفه في تطوان. هي سيده كانت لم تتزوج وكانت تجمع شوارها من حلي وذهب ومجموعة من الأثواب الفاخرة فتصدقت به وبنت به مسجدا يعرف حتى الآن بمسجد الرقة ثم كذلك هناك نساء الحوليات العبياء النساء التطوانيات لهن حق الملكية فبامتلاك المنازل والعبيد والدور فكانت هناك السيدات من يتصرفن في ورثهن يعني ارثهن عفوا لكي يتصدقن به وهناك مجموعة من الأسماء هناك مثلا السيدة عائشة بنت عبد القزمان أول من قام بتحبيس نفس من مالها لشراء أقلاح نادية صغيرة الخلاليش وتوزع
وعلى الأطفال بباب المقابة يوم عاشوراء. سيدة لطيفة محمد مريضة محسنة وضعت جوهرتها تحت تصرف عارضات ومفخرات. والسيدة فضيلة محمد أكزارو كانت تسري من الفقرات وأخذت أوسط صحيح سيبيس كل ما ورثته عن أمها بتوزيع الجلالين على الفقرات في فصل الشتاء. ثم كانت هناك السيدة أم هاني صاحبة الأسواق كانت تشتري أب وعدة وتحررهما في 27 رجل كانت على قيد الحياة سنة 1851. إذا بقي لي كيف كانت المرأة تهتم للأعياد وأعياد المولد النبوي الشريف دقيقة. سيدات الوالدات كانت تجد جلسات الدين في المساجد الأعياد يوم الجمعة وكانت هناك تفسير الوعظ يوم الجمعة وأن النساء كنا يحيين الليالي الخاصة بالنساء في المناسبات الدينية وفي الزوايا وكذلك تقيم حفلات الدحي النبوي للنساء في زاوية الأفريقية السويقة. وكانت النساء تقصدن الزيارة لمجموعة من الزوايا حتى أن هناك من قال المرأة التطوانية كانت تحضر يعني جلسة الدينية. إذا كثير الخاتمة لكن نؤكد رغم ندرة المعلومات الواردة مقارنة مع سيرة الجهل فإن دور المرأة تطواني عفوا كان يفسر بسيطة المرأة فيها نسبية ضلت في حكم النسيان لا